مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، نجدد لكم اللقاء في حلقة جديدة والتي تهم أرباب مقاهي مدينة الخميسات. إذن كما كنعرفوا بأن هذه الإشكالية هذه أثارت الجدل خلال الأيام الماضية خلال المذكرة الوزارية اللي نزلت من وزارة الداخلية ديال فتح المقاهي عن عبارة طلبية محمولة. إذن دابا غادي نستقبلوا مجموعة ديال أرباب مقاهي اللي في مدينة الخميسات. هناك إكراهات، هناك مشاكل، هناك مجموعة ديال الأشياء اللي غادي نسمعوها منهم بصوت الصورة. بقوا معنا ما تمشيوش، غادي نسمعوا شنو هما المتطلبات ديالهم وشنو هما المشاكل اللي كيعانيو منها. بقوا معنا وغادي نعاودوا نرجعوا لكم. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا معنا واحد من أرباب المقاهي سي بدر الدين بن عيشان، اللي من المفترض أنه كيكونوا واحد الجمعية واللي حضروا لها جمع اللجنة التحضيرية لأرباب المقاهي بالخميسات، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمياه. سي بدر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سي بدر، شنو تقدر تقول لنا شنو هما المشاكل، شنو هما العراقيل اللي كتعاني منهم خاصة في الأشياء اللي في الخميسات؟ شنو تقدر تقول لنا على المذكرة الوزارية اللي جات من السيد الوزير اللي كتقول بأنكم خصكم تحلوا أنفاق؟ هل أنتم قادمين وما قادمينوش؟ شنو كيضر؟ بالنسبة لنا حنا هذا تناقض على الوزارة. ملي كيقول لك سير حل لومبورتي، هما كيقول لك خاصك انت تدعم الخدام ديالك وتعطيه حقوق ديالو مثلا والمسائل، هما كيقول لك تبيع لومبورتي. ملي كتبيع لومبورتي يعني غنخدم غير خدام واحد، وكاين مولد هو الله حسن له نقدر يخدم غير بوحدو، يعني عندك خدام مشى بحالو غيمشي يجلس. يعني كطالبني بان غندير ليه لاسينسيس ديالو والمسائل، وانت في نفس الوقت كتحاربو دابا ملي كتعطينا غير لومبورتي نخدم غير بلومبورتي. ما يمكنش تخدم لومبورتي. علاش ما يمكنلكش تخدم بلومبورتي؟ ما يمكنش ديك الخدام غنخدم خدام واحد ونصافي البقيه تجلس. لا غنخدم نخدم عادي، يعطيوني نخدم عادي، نحل عادي الكراسه ديالي. راه حنا خايفين على راسنا وعلى وليداتنا اكثر منهم هما. ما يمكنناش حنا غنضحيو براسنا وبالخدامه ديالنا وبالزبون ديالنا في هذا المرض هذا باش على درهم ولا جوج دراهم. ما يمكنش لينا هذا الشيء هذا. حنا بالنسبه لنا الطلب هذا ديال لومبورتي ما خدامش لينا، ما نقدروش عليه، وخاصهم يجلسوا معنا يتفاهموا معنا يتحاولوا معنا على ثلاث شهور اللي خدمنا. هادشي كون داروه معنا النهار الاول من قبل ما نسدو، ملي غنسدو يقول لك كاين المرض دابا خدم بلومبورتي، حنا غنتعاونو غنخدم بلومبورتي ونتعايشو معاه. ودابا حنا كي غنديرو ثلاث شهور وحنا جالسين، بنادم كاين اللي كارين، كاين اللي عنده طريطات، كاين اللي عنده كريديات، كل واحد شنو عنده الله يحسن العون، كل واحد بحال المولم بحال الكاري بالنسبه لينا حنايا، كل واحد الله يحسن العون راه الديون تراكمات عليه. وفي هذا الاطار هذا يعني فاش انه نزل هذا القرار ديال انكم تفتحوا المقاهي، واش جات عندكم السلطه، جاو عندكم ممثلين ديال الجماعه من اجل التعقيم، من اجل يتخذوا يعني الاحتياطات الوقائيه من باش ما يتصابوش؟ لا والو، حنا هذا القرار ديال الفتح سمعنا غير في الفات، حتى واحد ما اتصل بينا، مع العلم اننا نهار غنسدوا اتصلوا بينا المقدمين طياد سد المقهى ديالنا. في هذا الحلان حتى واحد ما اتصل بينا، حتى واحد ما قالناش حنا ما قدرناش نفتحوا ونغامروا براسنا وبالخدامه ديالنا. ما يمكنناش نغامروا، هذا مرض عالمي ما نقدروش حنا نغامروا بهذا الشيء. اذا دابا انتم شفتكم سمعتوا واحد اللائحه ديال ارباب المقاهي اللي وصلت 100 مقهى، يعني نبقى معنا ونشوفوا الاخ شكيب. خي شكيب، السلام عليكم. يعني كما كتعرفوا مشاهدينا الكرام، انا كنت نقول ان امام المقهى ديال الاخ شكيب واللي هي مقهى حديثه بشارع محمد الخامس، يعني ربما نسمعوا شنو غادي يقول بحكم ان المقهى ديالو جديده. كنعرفوا بان هناك اصلاحات، هناك مجموعه ديال المصاريف. شنو قلنا اخي متضرره من هذه العمليه، غتحل ما غتحلش؟ ما يحلوش اخويا، حنا ثلاث شهور حنا سادين. اول حاجه يعني الدوله جات مع 12 ديال النهار قالت لك صافي سير. فاش سدينا حنايا راه عندنا واحد مليون ونص او 100,000 ريال او 5000 درهم هي اللي كاينه عندنا ديال السلعه. كاينه ديك السلعه مشات ضاعت لينا، هذه وحده. وجاو داروا اعلان في التلفازه يحلوا. باش غنحلوا هكا؟ ما كاين لا تعويضات لا والو، بزاف راه اصلا المخير صاحب القهوه عنده كريديات. يلا ما كاين لا حتى شي دعم، الدوله تعطيك الدعم. عندنا اتصالات المغرب ثلاث شهور وانت هي كتحسب عليك، قطع علي انا الويفي. يلا نمشي، انا بغيت دابا غدا نحل خصني الويفي. لومبورتي خصنا دوك الفلوس باش غنديماريو، ما كاينش اخويا. هاد الخدام خصك تخلصهم. ما الدراري كاين اللي ما عندوش اللي ما استافد لا بالتغطيه الصحيه لا بهاد التضامن، ما استافدوش منه. ليس هناك حديث على اي دعم من الدوله. ما كاينش دعم، خصنا الدوله منين بغات تخلينا الناس تحلوا تعطينا دعم. الناس راه مضره بزاف كاع. شنو هو المطالب ديالكم دابا باش كطالب؟ طالبوا الدوله تسمع لجنه اليقظه، لجنه اليقظه تسمع
جاني الجمعيه ديالنا حنا ديال ار ال ماي ودير معنا حل هنايا. راه خصك دير معنا حل خصك تدعمنا باش نديرو امارش. راه كلشي وصل، راه شتي دابا الا جات واحد الشهر فر صحاب الحاوي كلشي غيصير. وهاد القطاع اصلا تضرر وزاد هذيك الجائحه هذيك كملات عليه ما خلات ليه حتى حد. اذا شنو كما كتشوف انت شنو هو المنظور اللي كتشوف الفكره او المتطلبات اللي ممكن انا توفر لكم باش تخدموا بارياح؟ بس الدوله تعطينا خويا من الضرائب، الضرائب المحليه والوطنيه على الاقل، على الاقل سنه. هذه اقل حاجه ديال الدوله هي تعطينا من الضريبه المحليه والضريبه الوطنيه، هذه اهم حاجه. وتهضر مع اتصالات المغرب او المفاعلين ديال اتصالات كاملين يعطيونا النهار ثلاث شهور هذه اللي ما استغليناش، ونشوفوا معنا يعطيونا شي دعم باش نديروا انطلاق. راه هذا هو اللي كاين، شي قروض بلا فائده. شكرا. اخ انا اسم كريم ويس مزيان. ويس مزيان الاخ حتى هو من احد ارباب مقاهي جار مريات الخميسات، يعني كما سمعنا الاخوان والزملاء ديالك في المهنه، يعني شنو تقدر تضيف لنا؟ شنو تقدر تقول؟ كاينه تضررات كبيره في القطاع، خص الدوله دير لنا تجلس مع ارباب المقاهي، جنات ليا قرار تجلس مع ارباب المقاهي، تشوف لهم شي حل، شي دعم مالي، شي قروض بنكيه بدون فائده. دير لهم شي حل باش يديروا المشاريع ديالهم، لان راه ثلاث شهور وما ساد راه صعيب، راه كاين اللي عنده الخط اليومي ديالو هو المقهى، كيفاش ثلاث شهور وهو ساد كي غايدير دابا يبدا؟ انت فين عندك؟ انا عندي القهوه هنا في شارع معاند الخميس. شارع معاند الخميس بشحال مواد خدام فيها؟ خدام فيها خمسه الناس، خدامين معايا كي غادير لهم دابا ثلاث شهور ما خليناهمش، ولكن راه خص الدوله هي تتعاون لنا شي شويه. يعني هاد الشهور اللي انتم دايرين هاد تكفلوا بهم تنعطيهم ديك البركه اللي ختمنا عليها الله وما نخليوهمش. اللهم لك. اذا دابا الدوله كتقول لك او المدعي ديال وزير الداخليه كتقول لك يجب على ارباب المقاهي تصريح بالعاملين في المقهى الضمان الاجتماعي عاد نحلوا لكم القهوة او عاود نهضروا. شنو كتقدروا تقولوا؟ ما يمكنش هذه القضيه تكون، لان حنا ما هاربينش من هذا الشيء، ولكن خص يكون شي دعم في الثلاث شهور هذه اللي دازت. ضروري من الدعم، لان ما يمكنناش نديماريو المشاريع ديالنا وحنا ما عندنا لا دعم لا والو. ضروري تشوف الجنات اللي قادره دير مع ارباب المقاهي. المغرب كامل راه متضرر ماشي غير خميسه. اذا من تبغوا توجهوا الرساله؟ تنوجهوا الرساله لرئيس الحكومه والجنات اللي قادره باش يشوفوا شي حل مع ارباب المقاهي. شكرا. شكرا. بالنسبه غير واحد التوضيح على السؤال على القضيه ديال الضمان الاجتماعي، حنا ما هربيش من الضمان الاجتماعي بالنسبه للخدمه كامله. حنا كما كنعرفوا مدينه الخميسات مدينه ضعيفه، القدره الشرائيه ديالها اغلبيه ديال القهاوي، اغلى قهوه كتباع 8 دراهم، بعض الاحيان كتباع ب 6 دراهم، فهمتيني؟ حنا ماشي المشكل عندنا نقيدوا الخدامه ديالنا في لاسين اساس، نقيدوهم كاملين، غير هو غتكون واحد الزياده ديال واحد درهم ولا جوج دراهم، يتعاون معنا المواطن. فهمتيني؟ حيت اللي كنرجعوا نظرا للطاقه المعيشيه. المعيشيه ما يمكنش، فهمتيني؟ حيت بحال دابا انا كنلعب 6000 درهم، فهمتيني؟ ومصاريف ديال الخدامه، انا عندي 10 خدام. ذكرنا فين عندك؟ انا مقناشة بالاس في الشارع. وي نجات بالاس. عندك 10 ديال الخدامات تبارك الله، قهوه كبيره زوينه وكذا، ماشي شهاده قدامك هذه كلشي كيقولها. 8 دراهم باش كنبيعوا القهوه بقرعه د الماء، يعني نظن بحال كنبيع القهوه ب 6 دراهم، قرعه د الماء ب 2 دراهم. فهمتيني؟ يعني انا ما عنديش المشكل. انا نقيد 10 خدامات حتى 20 خدام نقيدهم في بلاصتي، حيت غتكون واحد الزياده طفيفه على الكليات. هادشي جاري به العمل. حنا هادشي كنوضحوا للراي العام اللي كيقول لك ان ارباب المقاهي، ملي كنسمعوا بان ارباب المقاهي شبارا وكيديروا، ورب المقهى ربي اللي علم به، بحال المواطن العادي راه حتى هو شكون هما اللي كيديروا الفلوس؟ هما عباد الله اللي كتلقى القهوه بكذا و20 درهم، وهذا انا متفق معاك الا ما قيدتش هذه، ولكن حنا القدره الشرائيه ضعيفه كتمشينا. اذا لمن تقدر توجه الرساله وشنو هو الميساج اللي غادي تقدر توصل؟ الميساج حنا بعد اول حاجه كنوجهوا للحكومه ولجنه اليقظه، خصها تلقى معنا حل في هاد الثلاث شهور هادو اللي سادين، ماشي غيرين حتى الخدامه ديالنا، حتى هما راه كاين اللي خكاري الله يحسن العون والمسائل، راه اللي عنده شي مخزون راه سالاه هاد الثلاث شهور هادو، راه سالاه بالنسبه له وبالنسبه للخدام ديالو. فهمتيني؟ هذه الرساله يعني على يعني المستوى الوطني، على المستوى الاقليمي او المحلي، شنو من تقدر شكون اللي كطالبوا؟ كنطالبوا حنا مثلا مع 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 مع, مع السلطات هنا، العامل ولا الباشا ولا تواضعوا وجلسوا معنا ولقاو طاولة الحوار غنلقاو الحل باش نحلو. حنا الحمد لله مدينة الخميس ما عندها حتى حالة، اللهم لك الحمد، فهمتيني؟ كنحمد الله على هذه القضية هذه، يعني بإمكاننا حنا نقدر نحلو عادي، غير هما يكونوا معنا وعود، يعطونا وعود بأن ها شنو غيكون وشنو غيكون. الناس تجمعات عليها الكلا، تجمعات واش أنا غنكون مول الكلا، ما يمكنش ليا، خاصني نخلصو توا، خاصني نعول، خاصني فلوسو،
غير غنهز الريدو غنوقف عليا غير غنعطيني كراتي غير غنهز الريدو ها لاسنس هاهي فيك شو سميتو الويفي الموضو بزاف باش غديمار باش بي سبور نقولوا حنا الماتشات ما غنقولوش دابا مثلا ولا هذه غتهز الريدو خاصك باش ديماري السلعه يعني كنطالبوهم هما عاوتاني يعقموا المحلات يدوزوا على المحلات يعقموهم ويشرطوا هاد الشروط الصحيه حيت كيبان لينا حنا الناس راه دور ديجا معاه حنا كنشوفوا كاين بعض الاخوان راهما الله يحسن العون بنادم راه فتح كيبيع لهم بورتيك الزقله ولكن خاصكم شروط الحمايه خاصني نشرطو عليهم شروط الحمايه باش حنا ما ناكلوش العصا معاهم هادو هما الطلبات اللي كيظهر ليهم شوف الاخوان عندهم شي طلبات اخرى اذا شكرا اذا الصوره كما كتشوفوا واضحه وبجوج كتعرفوا بان المشاكل اللي كيعانيو منها ارباب المقاهي نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في حلقه اخرى وموضوع اخر دمتم في رعايه الله والى اللقاء شكرا.